السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وأوقاتكم يا كرام. أحد الكرام الحبايب أرسل لي رسالة وقال ليش ما تكلم عن المشاريع الجينية؟ صراحة فكرة عجبتني جدا وموضوع مهم، لأن كثير من الناس يجهلون ما هي المشاريع الجينية. المشاريع الجينية سلمكم الله هي عبارة عن خدمة تقدمها، على سبيل المثال أتكلم عن شركتنا الحبيبة شركة سومتري دي ان اي، الشركة المفضلة، فتقدم للباحثين المختصين في علم الجينات، في علم الدي ان اي، والمختصين في علم التاريخ، بان يتقدموا بطلب انشاء مشروع جيني. شنو فكره المشروع الجيني؟ تكون لهم صفحه خاصه فيهم اسفل يعني سيرفر مواقع او موقع شركه فاميلي تري دي ان اي، وهذه الصفحه يتم يعني استفاده منها، و يعني اول فوائدها استلام عينات، كميات عينات كبيره ل يعني اجراء مسح على قبائل أو على دول أو على أقاليم أو على شعوب معينة لدراسة جيناتها ويعني أصولها الجينية وأصولها البشرية. فالآن الصفحة اللي قاعدة تتجول فيها أمامكم هي صفحة لإحدى المشاريع، واليوم إن شاء الله ستكون يعني تغطيتنا على مشروع الشرق الأوسط كنموذج وكنوع من الأمثلة على المشاريع الجينية. طبعاً طرق الوصول إلى المشاريع الجينية في طريقة المحرك جوجل، أسهل وأسرع، وفي تقدر أيضاً تدخل على عضويتك في شركة فاميلي تري وتروح عند قسم الانضمام المشاريع جونا بروجكت، تدش على الصفحة هذه تطلع لك كل المشاريع وعلى حسب تصنيفاتها، كان تصنيف قبلي أو على أسماء العوائل أو كان على أساس تصنيف جغرافي أو غيرها من التصنيفات. فعلى سبيل المثال احنا بمشروع الشرق الاوسط، تكتب في خانه البحث ميدل ايست فاميلي تري دي ان اي. طبعا هذه الصفحه اللي تشوفونها باللون البنفسجي هذه دخلت عليها راح تدش على صفحه الجدول او الشارت على طول، فاحنا بندش على الواجهه الاساسيه او الرئيسيه عشان نشرحها ونحاول نفهمكم شنو فكره او واجهه المشاريع قبل ما ننتقل. الان طيب عندك هنا مسجلين اسم المشروع زائد عدد الاعضاء، طبعا تقدر تنضم للمشروع من خلال الصفحه هذه أو من خلال أنك تدش أساساً على عضويتك ثم تبحث عن المشروع وتنضم له. هذه طريقة أيضاً، تدش على المشروع على طول تطق جوين وراح يطلب منك الرقم العينة والباسورد وتسجل عينتك. طريقة التسجيل من العضوية اللي دخلت على عضويتك تبي تسجل مش عن طريق قلنا متصفح جوجل، ولكن تبي تسجل من خلال عضويتك يعني اللي أنت سجلت الدخول عليها، فتي عند قسم الإعدادات، فعند قسم المشاريع ماي بروجكتس، تدخل على join a project راح يفتح لك الصفحة. طيب طبعا تقدر يعني في البحث تختار مشروع معين تقعد تدور عنه، أو مشاريع مثلا surnames الأسماء العوائل والقبائل، أو المشاريع الجغرافية، أو مشاريع مثلا السلالات الأنثوية، أو مشاريع، فتبدي تختار القسم اللي تبي أو من خلال البحث. أنا ما أبي أطول، فطيب نبحث لنا مثلا عن اي مشروع، نبي نشوف لنا مشروع عشوائي نسجل فيه وننضم له انضمام سريع. ممتاز، مثلا خلينا نشوف هذا المشروع. ممتاز، على طول تاتي تحت الى كلمه جوين، توافق على الانضمام او الشروط او غيره. ممتاز، انت الان منضم لهذا المشروع. عندك الان كبدايه عندك طبعا في الصفحه هذه اباوت اس راح تشوف النبذه عن هذا المشروع، شنو فكره المشروع، شنو يغطي، شنو الهدف منه، عندك مثلا اهداف المشروع وغيره. تاتي مثلا الى يعني هذا الدي ان اي ريزلتس راح نخليها اخر شيء. عندك السير نيمز مثلا، شنو السير نيمز اللي المشروع هذا يهتم فيها ويغطيها. اذا كان مشروع قبلي الاحرف هذه راح تشوف اسامي قبائل وعوائل، لكن لان هذا المشروع جغرافي فتلقى السير نيمز هي عباره عن دول او شعوب وقوميات وغيرها، وممكن تلقى حتى يعني اسماء القبائل، لكن لسنا بصدد يعني استطراد في هذا الباب. ايضا عندك الاكتيفيتي فيد او اللي هو خلينا نسميه ديوانيه المشروع صح التعبير، او مجال التفاعل او ساحة نقاشية بين أبناء هذا المشروع ومدراءه، ويردون على أسئلة بعض ويتناقشون ويتفاهمون فيما بينهم ويتباصرون في هذه الساحة. طيب أيضا عندنا مثلا بعض الصور، قسم الفوتوز اللي هو مدراء المشروع ينزلون صور معينة يبون أبناء أو المنتسبين أو المنضمين لهذا المشروع أنهم يطلعون على هذه الصور، ينزلون كل فترة صور أو تقارير أو أشياء. أيضا اللينكس، بعض الروابط، روابط إلكترونية لمواقع قد تخدم يعني أبناء هذا المشروع أو المنتسبين لهذا المشروع
دراسات أبحاث شاهد، ثم تأتي عاد قائمة المدراء هذا المشروع الذين يديرونه والمشرفين بأسمائهم. كل واحد تبي تتواصل مع مثلا مع أي شخص تبي يعني تستفسر منه أو تبي تتواصل وياه، تضغط على اسمه يطلع لك إيميله تتواصل معه وتأخذ تعطي وياه وتستفسر. أيضا الميزة الأخيرة من أو قبل الأخيرة قبل أن ندش في الموضوع على قولتهم ندش في العميق، عندكم قسم التبرعات، التبرع المشروع. أنت الآن تنتمي لإحدى القبائل، لإحدى الأقاليم، لإحدى المناطق أو الأقاليم، فأنت يعني تريد أن تساهم. أنت إنسان غير متخصص مثلا، أنت يدوب أنك تساهم مثلا أنك تجري الفحص وتسجل عندك في المشروع، لكن تريد أن تدعم، تدعم أن تساعد في المزيد من التحاليل، المزيد من الأمور، فأنت الآن تريد المساهمة، تستطيع التبرع، تدخل على تضغط على زر التبرع، هذه الصفحة تستطيع من خلال التبرع للمشروع، والأموال هذه تكون في حساب المشروع. يعني مع كامل احترام لجميع المشرفين، ما يقدر يسحب كاش ياخذ من المشروع، تدخل وتسجل أو تودع مبلغ معين كتبرع في هذا المشروع. طريقة التبرع طبعا أنت لأنك داخل من المشروع، فالتبرع يعني مشروع محدد أنك تبي تبرع لهذا المشروع، تبي أول شيء تسجل عندك هني المبلغ، مبلغ التبرع، وليكن مبلغ التبرع مثلا نقول $100. ممتاز، المبلغ راح تكتبه تراه بالدولار. نوع التبرع سجل مثلا تبرع فردي فخري كذا، تبرع مثلا فردي أوكي. اسم المتبرع تكتب اسمك، طبعا اعتمد اللغة الإنجليزية أفضل، الكل يقدر يقراها، ولأن أحيانا اللغة العربية يحصل فيها خلل ما تكون موجودة أو ما تكون ظاهرة في الصفحة مالت التبرعات. فمثلا الاسم AAA مثلا زين. النوت هني تكتب ملاحظتك، أنت ليش متبرع، تبرعك هذا كان لأي غرض لأي سبب. فمثلا تقول مثلا تكتب big why for مثلا زين، أنا قاعد أتبرع بيج واي حق العينة رقم وليكن 1 2 3 4 5 6، أنا متبرع بهذا المبلغ، أبي بيج واي حق العينة رقم كذا. فأنت قاعد تقول حق مدراء المشاريع ترى أنا متبرع لكم هالمبلغ للغرض الفلاني. أو مثلا يعني نفرض أن تكتب مثلا فور زين مثلا سلالة J2 مثلا، أنا ترى متبرع هذا حق الأبحاث، متبرع هالمبلغ حق الأبحاث اللي تخدم السؤال J2. أو مثلا فور مثلا خلينا نحط تحور، مثلا تحور من أكبر التحورات في الجزيرة العربية الـ 222، أنا حاط المبلغ لخدمة عينات هذا التحور، أو أخليه فاضي، حط مبلغ سلمكم الله أبد فاضي، روحوا يا مدراء المشروع وسووا اللي تسوونه، وتكمل تضغط على الباي بال وتكمل إجراءاتك، إما تدفع عن طريق برنامج الباي بال أو عضويتك في الباي بال أو دايركت من خلال الفيزا والماستر كارد اللي عندك. طيب نأتي حق القسم اللي أجلناه اللي هو قسم DNA Results. هذا القسم الحبيب اللي راح نتكلم عنه وهو اللي في الشغل. طبعا في قسم للـ YDNA اللي هو السؤال الذكري، وفي قسم للـ MTDNA. احنا شغلنا على الـ YDNA، الـ MTDNA ولا يهون بس نخليه بعدين. الـ YDNA عندك 4 اختيارات. الاختيار الأول كلاسيك شارت، تدش على الجداول مالت العينات بشكل كلاسيكي من دون تلوين وتمييز للماركرات أو البصمات الوراثية. الكلرايزد اللي هو فيه التلوين وفيه التمييز، راح أشرح لكم إياه إذا دخلنا. بعدين عندكم الماب اللي هو الخريطة مالت المنتسبين لهذا أو المنضمين لهذا المشروع. وأيضا قسم التحورات اللي هو SMBs. هذا القسم لما تدش عليه يعرض لك نتائج أو يعرض لك الأعضاء هذا المشروع بتحوراتهم بشكل مفصل، وراح أعرض لكم إياه الآن. راح نبدأ أول شيء بالكلاسيك شارت. الآن مثل ما أنتم شايفين هذه الصفحة، الآن عرض العينات على الطريقة الكلاسيكية، رقم العينة على اليسار، بعدين الاسم في الخانة الثانية من اليسار النيم، بعدين الباترنال أنسيستر نيم، دش على اللي هو بيانات أقدم سلف أو أقدم جد، معلوماته متى عاش، من أي قبيلة، من أي اسم، الجد هذا متى عاش، متى ولد، متى كذا، ثم الدولة، ثم السلالة طيب أو التحور إن وجد، بعدين عاد سرد الماركرات لكل عينة، شريط الماركرات اللي فحص 12 ماركر، اللي فحص 111، اللي فحص 37 وهكذا. طبعا هذه تشوفون هالألوان، هذه الأقسام سب جروبز. هذا قسم حق السلالة مثلا E، طيب تنزل مثلا تحت حق السلالة مثلا EM2 زين، تنزل تحت. طبعا
مشروع ضخم جدا، أكثر من 5000 عينة، عندك 7 صفحات تتنقل بينهم. طبعا هي يعني على ترتيب الأبجدي ABCD. طيب، وطبعا تقدر هني تختار حجم الصفحة، هني مختارين يطلع لك في الصفحة الواحدة 500، تقدر تخليها 1000، تكنسل هذه 500 وتخليها 1000 وتطلع لك في الصفحة الواحدة 1000. فبدال ما يكون عندك 7 صفحات راح يصير عندك أقل من ذلك. طبعا يعني راح يقول تقريبا قول النص. الشاهد، هذه طريقة العرض الكلاسيكي. نأتي إلى الطريقة الملونة اللي فيها تمييز للبصمات الوراثية، تمييز لبعض الماركرات. طيب يلا ناخذ مثال، على سبيل المثال شوف مثلا عندك هذه الأربع عينات، من عينة بناشي والناصر ومحمود والناصر، هذه العينات لاحظ أن هذه الطريقة طريقة العرض فيها تمييز للتشابه الماركري واضح بين كل عينة. فهذول الأربع شوف حاط لك مسوي لك التلوين أو يسمونه مثل التظليل، يبين لك ويميز لك التشابهات الموجودة في كل قسم. فمثلا شوف عندك هذول العينات كلها مميز لك أنهم في هذا الماركر كلهم تردد عندهم 24. تنزل مثلا تجول، طبعا أنت راح تجول على اسم العينة وتشوف على حسب اهتمامك وبحثك. فعلى سبيل المثال شوف، أعطيك على سبيل المثال هذول أربع أشخاص عندهم هذا التشابه الماركري هنا، وعندهم أيضا هذا التشابه الماركري في هذه الخانة، ثم أيضا هنا، هذه كلها بصمات مميزة لهم عن غيرهم. هذه الطريقة اللي هي الملونة. بعدها نأتي إلى الخرائط. أنا ما أدري شلون عرضها في التلفون، مشكلة الآيفون ما أظن راح يعرض ليها بشكل صحيح، تحتاج إلى كمبيوتر، ولكن حسبنا أن نجرب ونحاول ولا نيأس. فعلا الظاهر فعلا ما راح يعني يضبط معانا في الآيفون، الله أعلم مشكلة من جهازي ولا من الشبكة. ما نبي نطول في هذا القسم، أن القسم الأساسي اللي هو شرحت لكم قبل شوي. خلنا نطلع ونشوف طريقة العرض على طريقة التحورات، تفصيل التحورات لكل أعضاء. أيوة يا سلام، شوف الحين عندك هذا الجدول، شوف بدل ما يكون العرض على طريقة الماركرات، لا هني الطريقة أنها تعرض على التحورات. فعندك هذا الإنسان الفاحص اللي هني عندك، هذه سلالته وهذه كل تحوراته بالتفصيل. بعد ما تنتهي من هذا تنزل أيضا وراه العينة الثانية إلى أن تنتهي من العينات. ممتاز، هذه فكرة المشاريع باختصار. شنو تستفيد منها؟ تدخل تشوف العينات، أنت تستفيد، أنت كغير يعني متخصص أو لست أحد مدراء هذا المشروع، راح أتكلم شنو صلاحيات المدراء، لكن أتكلم عنك أنت. تدخل في هذه المشاريع تبحث بين العينات وتشوف هل توجد عينات بينك وبينها تشابه ماركري، هل توجد عينات فيها لك التقاء معها في أحد التحورات. يعني أحيانا بعض العينات ما تكون ظاهرة معك في الماتش، لأن العين طريقة فرز الماتش لك في الأكاونت لعينتك يتم وفق آلية معينة. فمثلا في 12 ماركر ما يطلع معك إلا المتشابه معك، في أما اللي مطابق لك ومسافة الجينية أو المسافة الجينية بينك وبينها 0 أو 1. فلو كان في 1 بينك وبينها مسافتين جينيتين في 12 ماركر ما راح يطلع لك في عضويتك، هذا ما راح تشوفه إلا في المشروع. نفس الشيء مثلا في 37 ما راح يطلعوا لك إلا ناس يعني وفق مسافات جينية محددة، لو كانوا أبعد مسافة واحدة ما راح تشوفهم هني. طيب وين ألقاهم؟ شلون أشوفهم؟ ما راح تشوفهم إلا في المشاريع. واضح؟ ففكرة المشاريع إنك تستفيد منها وتستفيد من عينات وبناساتك، وتستفيد أيضا من خبرات المدراء. إذا كان المشروع نشيط والمدراء اللي فيه شغالين وقاعدين يشتغلون ويجتهدون، راح تستفيد استفادة بالغة، إنه راح يشوفون عينتك ويدرسونها، تستفيد من خبراتهم وتشاورهم. والآن يعني هذه فرصة إني أتكلم عن صلاحيات مدراء المشاريع. شنو صلاحية مدراء المشاريع على هذه العينات؟ الآن أنا مدير في مثلا هذا المشروع، هذه العينة مثلا أستطيع أن أدخل على هذه العينة فأفتحها وأنظر لها كما أنت تنظر لعينتك تماما، مثل ما أنت داش على عضويتك وتشوف النتائج الفاميلي فايندر والواي دي ان اي والبيج واي والام تي دي ان اي، انا نفس الشيء ادخل عينتك كأنك معطيني رقم العينه والباسورد. الا اللهم في تقييد، ما اقدر انا اغير الباسورد، ما اقدر انا كنسل ايميلك، ما اقدر انا العب معلوماتك اذا ما كانت عندي صلاحيات الادفانس. ف
أقدر أدخل عينة من ناحية بحثية، أدخل على نتائج وأدرسها وأشوفها وأبحث فيها. فأنت لما تسجل عينتك في هذا المشروع قاعد تعطي الباحث صلاحية أنه ينظر فيها ويدرسها لك ويطلع عليها. طيب شلون أوصل حق إعدادات المشاريع عندك في قائمة الإعدادات؟ تختار قسم البروجكت بريفرنسز، تدخل على هذا القسم، تجد الجدول في الأسفل وتختار الصلاحيات اللي تبيها. نأتي مثلا عند المشروع اللي قاعد نتكلم عنه، مثلا الميدل إيست، نأتي إلى هذه الصفحة. طبعا هنا يبين لك الفروقات بين الصلاحيات، أنت كل مشروع تقدر تعطي المينيمم أو الليمتد أو الأدفانسد. طيب فأنت تطلع هنا وتنظر في صلاحيات اللي راح تعطيها للمدراء هذول وتختار لك يعني الصلاحية اللي تشوفها مناسبة. طبعا لهني كلهم متساوين في مثل هذه الأمور. هني شوف تبدي عاد الصلاحية تقل، اللي عنده مينيمم ما راح يقدر يشوف شجرة العائلة اللي انت تصممها داخل اكاونتك، المينيمم ما يقدر يشوف الماتشز في الواي والام تي والفاميلي فايندر والبيج واي، ما يقدر يفتح على الكروموزوم براوزر، ما راح يقدر يشوف الكروموزومات مالتك وبراوزرها، يفتحها وقاعد يتأمل فيها ويطلع فيها، او يشوف مثلا على ماي اوريجينز اصولك وكذا. ايضا ما راح يقدر يشوف كم مهمة يعني انت معطل هذا الباحث عن هذا الامر. في المينيمم وايد يعني كأنك بس مسجل عينتك بس يعني لأضعف وأقل الفوائد. بعدين شوف المتوسطة، الصلاحيات المتوسطة أيضا صارت عندهم صلاحيات ما يقدر ياخذ الرو داتا، يعني ما يقدر ياخذ الرو داتا مالت التحاليل. لو أراد أن ياخذ الرو داتا يشتغل عليها في جهازه أو يبي يرفعها في إحدى المشجرات أو المواقع الأخرى ما يقدر. أيضا لو بدأ أو أراد أن يغير بعض المعلومات بعد الاسم، انت كاتب اسمك غلط، كاتب الاسم بلغة بيحول اللغة الثانية، ما راح يقدر تماما. المهم ان هذا معطل نوعا ما، بس مو نفس المينيمم، هذا شوي اقل. اللي له الصلاحية المطلقة اللي هو الادفانسد، اللي هو يتصرف في العينة كأنه صاحب العينة، فقط ما يقدر يغير ايميلها، ويعني بحيث ان العينة تروح من ايدك فقط، هذا ما راح يقدر يسوي. اما الباجي فانت مخول هذا المدير بان يفعل ما يشاء في العينة، وهذا اللي احنا دائما ننصح فيه. اذا عندك مدير تعرفه في هذا المشروع سمعته طيبه وكذا، اعطى الادفانس، خلى بكره احتاج شيء تراسله وكذا تقول له والله بالشغله الفلانيه بكذا، يقدر يسوي اللي يبي ما يكون مقيد. فالطريقه تاتي الى اسماء المدراء، تختار الاسم اللي تبيه، تضغط على الاسم ثم تختار مثلا ليميتد، مثلا ادفانس، تختار الصلاحيه اللي تبيها، ثم تنزل الى الاسفل وتضغط على أكسبت الموافقة، وبهذا الشكل تكون قد يعني وضعت الإعدادات لي أو الصلاحيات التي تريدها لهذا المشروع. مسألة مهمة جدا، أنت الآن بعد ما يعني تختار الصلاحيات، الجدول اللي فيه الصلاحيات لو تنزل تحت راح تشوف هذا الزر أو هذا الخيار، شنو معناته لو طفيته وشنو معناته لو شغلته. هذا الخيار باختصار شديد هو موضوع ظهور ونشر عينتك في المشروع. شفتوا شلون احنا كنا نفتر في المشروع نشوف النتائج؟ اي واحد من الناس مسكر هذا الخيار، ترى عينته موجودة في المشروع بس انا وانت ما نقدر نشوفها. من يقدر يشوفها؟ فقط المدير، مدير المشروع فقط يقدر يشوفها، لكن غير معلنة للناس، فراح يخسر امر مهم جدا. ان لو في ناس مهتمة في هذه العينة او مهتمة في هذا الفاحص ما راح يقدرون يوصلوا له، لانهم اصلا مو شايفين عينته، فقط اللي يشوف العينه هم المدراء. طيب هذول الناس المهتمين ما هم مدراء في المشروع، انت عينتك غير يعني منشوره وغير معلنه. فضروري جدا سجلت عينتك في مشروع خلها شغاله، هذا الخيار موجود تحت البوكس مال الاعدادات، اعدادات المشاريع. ايضا الباحث لديه صلاحيه ان في هذا المدير في المشروع لديه صلاحيه يطلب من الشركه مجموعه عينات مثل ما قلنا، فيفحص ناس جدد في هذا المشروع، مثلا مشروع عن الشرق الاوسط يطلب 100 عينه 200 عينه 300 عينه، فيفحص عينات عشوائيه ويسوي مسح جيني على ابناء الشرق الاوسط مثلا. ايضا المدير في هذا المشروع يستطيع ان يراسل مجاميع كبيره في هذا المشروع، فبدال ما يراسل له ايميل ويتعب هالشكل، لا يراسل له قسم، يراسل له سلاله، يدز ايميل حق ابناء السؤال الفلانية، ابناء القسم الفلاني، يا جماعة يطلب منكم مثلا تحديث بيانات كذا او ترقية كذا، او يعني اي شيء يطلبه منهم في شأن يعني او فيما يخدم هذا البحث. فهذه فكرة المشاريع الجينية باختصار. اتمنى، انا ادري ما غطيت كل التفاصيل وكل الاشياء، ولكن اتمنى اني غطيت الفكرة الرئيسية والعامة من المشاريع الجينية،
وإن كان غاب عني شيء فعندكم التعليقات تحت، ضيفوا تعليقاتكم، إفاداتكم، ملاحظاتكم. بالعكس يعني هذا عمل بشري وقد وجاء على يعني سبيل العرض على قولتهم بشكل مختصر وموجز. وأسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم أن يعدي علينا وعليكم هذه الأزمة على خير، وأن يفرجها سبحانه وتعالى ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.